اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين.